طابت أوقاتكم. لم يكن خائفا من الموت، ولكنه أمضى عمره خائفا من الحياة. إنه محمد المغوط، شاعر الحزن والأرصفة والخوف. نخصص ملف حلقة اليوم له، لمحطم غطرسة الأنا الشعرية العربية. وفي قصة قصيدة نحقق نسب قصيدة صوت صفير البلبل، ونرفع تهمتها عن الأصمعي، ونعرج على معركة أدبية بين محمود شاكر ولويس عوض وصلت غبارها من القرن الماضي إلى أيامنا هذه. وختامها مسك مع ضيفي دار وكتاب الناشر محمد هادي، المدير التنفيذي لدار الرافدين للنشر. مرحبا بكم أيها الأحبة. صار فم الإنسان العربي مجرد قن لإيواء اللسان والأسنان لا أكثر، وما دام الحوار الوحيد المسموح به في معظم أرجاء الوطن العربي هو حوار العين والمخرز، فلن ترتفع إلا الأسعار، ولن تنصب إلا المشانق، ولن تضم إلا الأراضي المحتلة، ولن تجر إلا الشعوب. هذا هو محمد المغوط، السعي أبدا إلى تحطيم الصنم، كل صنم وأي صنم. نستعيد سيرته قريبا من ذكرى رحيله 16 مع ابن مدينته الشاعر والناقد خضر الأغا، الذي أستضيفه بعد هذا التقرير. كل الكتب والدساتير والأديان تؤكد أنني لن أموت إلا جائعا أو سجينا. لم يمكث في السجن إلا عاما واحدا على فترتين، 9 أشهر إثر اغتيال عدنان المالكي عام 55، وثلاثة أخر عقب محاولة انقلاب القوميين في لبنان عام 61. إلا أن هذا العام كان كافيا ليصبغ عمر الفتى الريفي الفقير محمد المغوط بالأسى والخوف حتى نهاية رحلته مع الحياة. فالسجن له شروش تمتد إلى القلب والروح والعقل وتعشش في الركبتين. ومن هناك، من سجن المزة بدمشق، بدأت رحلة المغوط مع القصيدة التي كتبها ولم يعرف ماهيتها. وهناك أيضا بدأ لعبة المسرح وشخبط مذكرات كانت مادة روايته الوحيدة فيما بعد. كنا فقراكتين، أنا كنت بخرابه بالشام، فبي الله يرحمه بعت رسالة انه رأفوا بحاله، وضعي انا مكتيري، فمعلقينا بلوحة الاعلانات والرايح جاي عم يقرأ بالحق. ومن جور ابيه وعسر حاله وظلم ثانويته الزراعية التي فضحت فقره عندما راسلها والده مستجديا الرفق بقلة حيلته، ومن عسف السجن والسجان بعد ذلك، تسرب الفتى اليائس الى لبنان متكئا على قدميه وهمته التي لا تلين. وهناك بدأت مع مجلة شعر قصة البدوي الذي أنجز أعظم قصيدة نثر في القرن العشرين وربما بعده، فحتى الكلاسيكيون الذين انبروا لمجابهة الحداثيين استثنوا المغوط من هجماتهم، بل زادوا بأن جعلوه مثالا لا يطال قائلين: اكتبوا مثل محمد المغوط لنعترف بكم شعراء وبنثركم قصيدة. تأخذ وطني كانت نفحات من المزبلة العربية. ولأنه حمل مشاعره وغضبه وأفكاره على لغة عادية بسيطة، وظل متمردا على السلطة بكل معانيها وتجلياتها، صار شاعر الناس، وإن بأسلوب يحاربونه عندما يصدر عن غيره. وزاد التصاقا بالشارع عندما افتتح عصر المسرح السياسي في سوريا مطلع 70، فشكل مع دريد ونهاد ثلاثيا حفر في ذاكرة العرب المسرحية، وأتبع المسرح بالسينما في فيلمي التقرير والحدود، وانبرى للشاشة الصغيرة في حكاية الليل ووادي المسك ووين الغلط، قبل أن يكتشف الفخ الذي أعد له، فقد ابتزه فنان السلطة المتخفي دريد لحام واستخدمه جواز سفر ليعبر، كما قال مختصرا، 20 عاما من الخديعة.
ثم تسمع صوتا يصرخ من أعماق الليل. الجوع والبرد والسجن والخوف هي مفردات الماغوط التي لم يستطع الخروج منها حتى بعدما أمن جانب السلطة وتم تكريمه بوسامها الأعلى عام 2005، فهو تكريم لمشروع وليس لشخص أو إبداع كما يرى الماغوط، مؤكداً أنه لم ولن يتصالح مع السلطة، بل إن مديح السلطة لأي عمل فني أو أدبي يؤكد أن ثمة خطأً ما. أحب الخسارة، أحب دائماً أخسر. وبإصرار يمضي لملاقات صديقه الموت، مصراً على يأسه وخوفه وسجارته وأخطائه اللغوية، ضارباً موعداً نهائياً مع دمشق التي تأخذ ولا تعطي، ولكنه يحبها كما يحب سلمية التي عاد إليها سبباً من أسباب الخلود. لمناقشة الموضوع يسرني أن أرحب بالشاعر والناقد خضر الأغا، ينضم إلينا من هامبورغ بألمانيا. مرحباً بك أستاذ خضر. أهلاً أستاذ ياسر، تحياتي. تحياتي لك عزيزي. وكأن الماغوط صنيعة بيروت في عصرها الذهبي. الماغوط قال في أكثر من مناسبة إن بيروت أعطته الكثير الكثير، أعطته كل شيء. ماذا أعطت بيروت؟ بيروت الستينات، الخمسينات، السبعينات، بيروت الثقافة وليس بيروت الآن، بيروت الطائفية والكبتاغون. ماذا قدمت بيروت للماغوط؟ نعم، تاريخيا محمد الماغوط كتب أولى قصائده الحقيقة ليس في بيروت بل في سجن المزة، حيث سجن كما ورد في تقريركم عام 1955 لمدة 9 أشهر على خلفية اغتيال عدنان المالكي واتهام الحزب السوري القومي الاجتماعي بعملية الاغتيال. نعم نعم، بالاغتيال. ومحمد الماغوط كان عضوا في هذا الحزب، فاعتقل الكثير من أعضاء الحزب واعتقل من بينهم محمد الماغوط. في سجن المزة كتب أولى قصائده، ثم بعد ذلك في نهاية الخمسينات غادر إلى بيروت هربا من حكومة ما يسمى حكومة الوحدة، وهذا موضوع آخر، ولكن أنا أعتقد أن كلمة الوحدة هي الاسم الإيديولوجي للهيمنة. هرب محمد الماغوط إلى بيروت، وهناك كان كل شيء يعني معد إعداد جيد. دخل إلى مجلة شعر، مصنع الحداثة الشعرية العربية، وقدمه كما هو معروف أدونيس، وقد روت ذلك الشاعرة سنية صالح وهي زوجته أيضا، روت أنه كان أشعث الشعر، مهلهل الثياب، ولكن عندما قرأ أدونيس قصائده بدأ أعضاء مجلة شعر الحاضرين أنذاك يقولون هذا بودلير أو رامبو أو غير ذلك، ولكنه كان الشاعر محمد الماغوط. في تلك الفترة كان محمد الماغوط الحقيقة يعمل ضمن لجة الحداثة الشعرية العربية وفي مصنعها، ولكن أعتقد أنه كان يعمل على الضد من طروحاتها. على الضد من طروحات مجلة شعر؟ من طروحات مجلة شعر، نعم. مجلة شعر أنتجت يعني هي التي قادت وأشاعت قصيدة الحداثة العربية. صحيح. ولكنها فيما كانت تفعل ذلك، وهذا اعتقاد شخصي، كانت تحفر قبر الشعر العربي بالآن ذاته. كيف؟ وكان الماغوط يحاول أن ينتشل هذا الشعر من تلك من ذلك القبر الذي تعده له مجلة شعر. يعني استأذني هنا، هل قصدت هنا بأنها كانت تأخذ الشعر العربي إلى ربما مقبرة الرمزية والتعالي عن الناس، اللغة المتعالية، والماغوط عادها إلى الشارع؟ هذا ما قصدته؟ نعم، هذا إضافة إلى التنظيرات التي رافقت شعر الحداثة. كانت متعالية، كانت تكتب في السماء، يعني في السماء السابعة، وكأنما لا يوجد ناس على الأرض،
كتبت على أقامت علاقات في القصيدة الحداثية، علاقات بين الدال والمدلول أو بين الكلمة والشيء، توصف بالوعورة والقسوة. قارئ القصيدة الحداثة العربية يشعر أنه يتعامل مع حجر من الصوان وليس مع شعر. إذن المغوط مشى ضد هذا التيار. محمد المغوط مشى ضد هذا التيار. صحيح أنه كان في قلب هذه الفضيحة الشعرية التي أسستها مجلة شعر فيما يعرف باسم الحداثة الشعرية. محمد المغوط كان في قلب هذه الفضيحة ولكنه فضحها. مشى ضدها وأتى إلى اللغة من الجهة الأخرى. ولكنهم هم الذين طبعوا له ديوانه الأول وديوانه الثاني، حزم في ضوء القمر 1959 على ما أعتقد. طبعا وأعطوه جائزة. وغرفة بملايين الجدران 1961 عن مجلة شعر. وطبعا طبعا وأعطوه جائزة، جائزة قصيدة النثر أيضا. الصحيح صحيح. نعم. 1958 هذا قبل 1958. أتوقع. نعم. أعتقد. نعم. طيب طيب، إذا بيروت كانت البدايات الشعرية فلنقول التي أصلت لتجربة محمد الماغوط كانت في بيروت عندما تعرف إلى مجلة شعر وقدموه وطبعوا ديوانه الأول وديوانه الثاني وعاد إلى دمشق بعدها عاد اسما كبيرا. لكن على قدر ما أحب دمشق وأعطاها وسمى ابنته شام، ولكن هو قال أيضا مرة الشام بتاخذ ما بتعطي. أستاذ خضر، ماذا قدمت الشام للماغوط غير الخوف والسجن والمنع والقمع والملاحقة؟ نعم، محمد الماغوط عاش في تجربة في سوريا في مرحلة تعتبر من يعني من أقصى المراحل الشعرية السورية قبل السبعينات. عاش في مرحلة عبد الحميد السراج. نعم. وما يسمى الوحدة مع مصر، حيث كانت المخابرات يعني مهيمنة هيمنة فظيعة على كل شيء. في هذا الجو سجن محمد الماغوط قبل أن يذهب إلى بيروت، وحين عاد من بيروت سجن أيضا، سجنته عبد الحميد السراج والوحدة. نعم. 1961. نعم. 1961 لمدة 3 أشهر. محمد الماغوط نفسه قال أنه يفرق بين دمشق السلطة ودمشق الناس. جميل. دمشق السلطة سجنته وهو هرب أيضا، تخفى عن السلطة وعاش في غرفة صغيرة في عين الكرش في دمشق. وهناك يعني كانت زوجته قبل أن يتزوج الشاعر سانية صالح كانت تعده بالكتب وبالطعام وغير ذلك لأنه كان متخفيا. دمشق السلطة قمعت السوريين على نحو فظيع، ومن بينهم محمد الماغوط طبعا. لكنه أيضا هذا على مستوى دمشق السلطة. دمشق الوحدة ودمشق عبد الحميد السراج ودمشق الأسد لاحقا أيضا، ولاحقا دمشق الأسد، وهذه تعتبر من يعني هو فعلا عاصرها فترتين أو مرحلتين من أسوأ المراحل يعني ومن أخطرها أمنيا. لكنه عندما عاد إلى دمشق مرة ثانية لم يبرحها. صحيح. وعاش بين في دمشق الناس وليس في دمشق السلطة. جميل. في دمشق أيضا كان تعرف على مقهى أبو شفيق، خلافا لكل الأماكن التي كان يجلس فيها المثقفون والسياسيون والنخب. يعني ليس في مقهى الهافانا مثلا أو مقهى البرازيل أنذاك، بل في مقهى أبو شفيق الذي على طريق الربوة. في مقهى أبو شفيق كان يذهب يوميا فجرا ويمشي لمسافة 5 كيلومترات حتى يصل إلى مقهى أبو شفيق ويجلس في طاولته الخاصة التي لم يجلس عليها أحد. جميع الناس كانوا يعرفون أن هذه طاولة الماغوط، فكانوا تلقائيا لا يجلسون عليها، يتركونها. جميل. لهذا الشاعر الذي جعل من ذهابه يومين هناك وكأنها مهمة.
إذن الناس هم الذين بالضبط، الناس هم الذين أعطوا بكل حب وتلقائية أعطوا للماغوط مساحته، بينما السلطة حاولت أن تخنق كل المساحات. وإشارة جميلة جدا منك بأنه كان هنالك بالنسبة للماغوط دمشق السلطة ودمشق الناس، وهذا يفسر لنا سخطه الهائل على السلطة ومحبته الهائلة لدمشق. وتكفي قصيدته عين يعني باب تومة لكي نعرف كم كان يحب ويغرق في هذه التفاصيل. طبعا. طيب اسمح لي سأنتقل إلى محور آخر، يعني ومن خلال تعليقات الجمهور العزيز، لأنه نحن سألنا المشاهدين سؤالا: ما هي أقرب أعمال محمد الماغوط إلى قلبك ولماذا؟ فوردنا عدة الحقيقة تعليقات، أحدها من ساريا تقول: ساريا، من أحب أعماله لقلبي رواية الأرجوحة، مسرحية كاسك يا وطن وسأخون وطني. وتقول أيضا، تضيف: شاعر الموقف والصراحة، التمرد ومواويل الحزن، شاعر الكبرياء والعزة والإباء، كان صادقا ونبيلا، يكفي أنه قضى حياته مرتادا للمقاهي والأرصفة في سبيل الحرية والنور، مضحيا بكل الامتيازات التي يجلبها الولاء للحاكم. إذن أستاذ خضر ضحى بكل الولاءات وكل الامتيازات التي يمكن أن يجلبها الولاء. موقف الماغوط من السلطة كان واضحا ونهائيا، قال: لا أتصالح مع السلطة. والشاعر في كل الأزمنة لا يمكن أن يكون صديقا للسلطة. هل تمركز أدب شعر ومسرح الماغوط أيضا حول هذا المعنى المتمرد جعله قريبا من الناس أكثر؟ نعم، محمد الماغوط كتب ما هو على شفاه الناس. جميل. وبلغة هي أقرب للغتهم اليومية، ليس بالضبط كما يتكلمون ولكن قريبا مما يتكلمون. جميل. لا ننسى كما قلت منذ قليل، عاش محمد الماغوط مرحلتين من أقصى مراحل التي مرت بها سوريا، مرحلة عبد الحميد السراج ومرحلة ما يسمى الوحدة مع مصر، ثم مرحلة حافظ الأسد. نعم. وهي المرحلة الأقصى على الإطلاق. أها. في تلك المرحلة، وخاصة في مرحلة حافظ الأسد، محمد الماغوط كان هو النفس الذي يعني يتنفسه الناس. جميل. عم تعطينا توصيفات خلاصات يا أخي، والله أنا معجب ومنذهل بهذه الخلاصات، يعني وعلى شفاه الناس نعم نعم، زدنا يا سيدي من هذه الخلاصات الرائعة. في تلك الفترة كان الناس، ونحن نتذكر خاصة في مرحلة الثمانينيات، حيث وصل يعني وصلت النياب الأسدية إلى كل جسد سوري، فخرس الناس. صحيح. لم يعد يتكلم الناس. وفي هذه يعني أتذكر مقولة أو أرددها دائما، هذه المقولة: أن اللغة فاشية. ليست من حيث المنع، منع الكلام من الناس، بل من حيث الإرغام عليه. جميل. الفاشية الأسدية أرغمت الناس على لغة واحدة، هي لغة التمجيد. جميل. صحيح. فيما محمد الماغوط وبطرقه الإبداعية الكبيرة التف على ذلك وهزئ وسخر من الدكتاتور ومن السلطة. صحيح. صحيح أنه لم يسمي لأنه لا يستطيع طبعا، ولكنه فعل ذلك على مدار حياته. كتب محمد الماغوط يعني عبر عن كل هذه الآراء عبر مقولات سريعة خاطفة وعميقة. لديك أمثلة؟ هنالك أمثلة مثلا؟ حضرت لنا أمثلة منها؟ يعني الحق لم أحضر ذلك، ولكن هي المعروف، هي التي الآن من موجودة على الفيسبوك كثيرا يعني. صحيح. مقولات الماغوط. مقولات الماغوط واقتباساته كثيرة جدا، ونحن قلنا في مقدمة البرنامج بعضها يعني. نعم. نعم. أنا لم أن أعيد ما يعرفه الناس من كتابات الماغوط، فهذا أحسنت يعني أحسنت اعتداء على ثقافتهم يعني.
جميل. طيب يعني من هنا من هذا المحور سأقفز إلى مسألة أخرى. قلت بأنه عاش مرحلتين من أصعب المراحل السورية المعاصرة، مرحلة السراج والمكتب الثاني أيام الوحدة، ومرحلة الأسدية. الخوف حقيقة كان كلمة السر في حياة المغوط. نعم. يخاف الخوف أكثر مما يخاف البرد والجوع والسجن. نعم. الخوف رافقه حتى وفاته. يبدو أن هنالك أسبابا أكبر من التي نعرفها أستاذ خضر، لأنه سجنه كله عبارة عن سنة واحدة، 9 أشهر و3 أشهر، لا تخلق كل هذا الخوف. ما هو سبب الخوف الحقيقي في حياة المغوط؟ الحقيقة نحن هنا نعاني من، يعني لأقول مشكلة صغيرة أو لا أعرف إن كانت صغيرة، ولكن هناك مشكلة أن المعلومات المتشكلة أو المعرفة المتشكلة حول محمد المغوط كان مصدرها المغوط نفسه. يعني أنا لم أقرأ تقريبا ولا مرة معلومات عن محمد المغوط سوى التي قالها هو عبر تصريحاته، عبر كتاباته، وعبر حواراته. جميل، نعم صحيح. هذه المعرفة توضح بشكل كبير أنه كان يخاف منذ طفولته، منذ أن كان في مدينة سلمية، وكان هو حسب ما كان يقول كان هناك طبقة الإقطاعية التي لها كل شيء وتذهب إلى المدرسة، وطبقة أخرى التي ينتمي إليها محمد المغوط والتي تذهب إلى الكتاب. وقد شهد بنفسه حالات من الجلد، يعني حيث يقوم الإقطاعيون أو السلطة آنذاك تقوم بجلد الناس عندما يعبرون أي تعبير يعني يشعر به رجل السلطة أن هذا مضاد. هو شهد ذلك وأثر به. محمد المغوط يعني هنالك حالة من الخوف المتأصل، خلينا نقول خوف متأصل، ثم أنه محمد المغوط نتيجة موهبته الكبيرة طبعا، يعني إذا أخذنا تجربة محمد المغوط حسب ما رواه هو، وهو الوحيد الذي روى تجربته، عمليا هي تجربة يمكن أن نقول عنها فقيرة سياسيا، يعني فقيرة. هو فقط لديه ثنائية: الخوف، الرعب، والحرية. الهذيان والخوف والحرية، هذه ثنائية، ولكن انطلاقا من هذه الثنائية بنى أهراما من الفن والأدب. صحيح. وبنى أهراما من المعرفة الملونة بالشعر وبالمسرح، المسرح العظيم، وبالمقالة الساخرة. يعني من واقع فقير جدا بنى عالما ثريا وغنيا. نعم، هذه حقيقة. المغوط عزيزي، يعني المحور الأخير الذي سنتحدث فيه، المغوط من آباء المسرح السياسي العربي، وهو رائده السوري. ولكن هذه التجربة، غربة، ضيعة تشرين، كاسك يا وطن، هذه التي خلدت في ذاكرة المسرح العربي، هذه التجربة وقعت في فخ دريد لحام، وتبعتها أيضا تجربته السينمائية التقرير والحدود. هل جير تمرد الماغوط؟ هل ضحك عليه؟ هل استثمر ضمن سياسات التنفيس التي اطلع بها دريد لحام وأشباهه في مرحلة القمع الأسدي؟ نعم، دريد لحام يعني جعل دوره كرديف للسلطة منذ السبعينات، يعني منذ قدوم بشكل خاص، يعني منذ قدوم حافظ أسد إلى السلطة. دريد لحام استخدم مسرح محمد المغوط وسينما محمد المغوط لكي يعبر أو لكي يوجه عبرها رسائل السلطة، ورسائل إلى السلطة أيضا، رسائل إلى السلطة تقول أنه يعني أنا معكم، ورسائل السلطة إلى الناس وهي المتمثلة بالخوف. يعني لاحظ دائما في مسرحيات دريد لحام يردد كلمات مثل أنا أخاف من المخابرات. صحيح. مثلا. صحيح. هذه ثقافة خوف. كان يهم الأسد أن تعم هذه الثقافة،
وليس أن ينفس الناس عن كربهم. يعني الأسد غير معني بأن يعني غير لا يخاف من الناس يعني إذا غضب، هو يريدهم أن يخافوا منه. ودريد لحام أوصل هذه الرسالة على مدار مسرحياته. كيف وقع المغوط في هذا الفخ؟ محمد المغوط يحب أنا لي, 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 لي صديق هو قريب محمد المغوط وصديقه بنفس الوقت، سأله مرة عن ذلك فقال له كان أمامي خيارين، نعم، إما أن ألا أكتب أو أكتب وأضع في الأدراج، وإما أن أري الناس كتابتي يعني ماذا يريد أن يقول. يعني كان دريد هو الباب الوحيد ربما في تلك الفترة، كان نعم يعني لست أعرف إذا كان الوحيد، ولكن هذا ما كان يعني هذا المتاح، ليس الوحيد وإنما كان المتاح للوصول يعني للجمهور. ربما يكون ذلك، يعني هذا الذي أتيح لمحمد المغوط، نعم، وتم الأمر، ونتيجة ذلك انتشرت على نحو كبير جدا مسرحيات محمد المغوط، ليس فقط في سوريا بس ولكن في العالم العربي برمته. وفي النهاية يعني أستاذ خضر كما نقول الآن، يعني تم الفرز حتى عند الجمهور العربي، بما أن للمغوط نصوصه العظيمة المنحازة للناس تماما، ولدريد وأشباهه عملية التزوير أو التقليد أو التجير، الجمهور فرز وبقي المنتج الثري الذي تحدثت عنه للمغوط خالدا في قلوب وعقول الناس. صحيح، أصلا الناس هم الذين فرزوا قبل أن يتحدث المغوط حول ذلك. يعني محمد المغوط في عام 85 وفي محاضرة كان يلقيها في المعهد المسرحي، نعم، سأله أحد الصحفيين أو أحد الطلاب آنذاك ما هو أكبر خطأ في حياته، فقال أكبر خطأ في حياته هي علاقتي مع دريد لحام. خلص لكن يعني. يعتبر محمد المغوط أيضا أن دريد لحام في الثمانينات غير دريد لحام لاحقا، يعني يعتبر أنه تغير. لكن النقطة المهمة أنه قبل أن يعلن دريد لحام انفصاله النهائي عن المغوط، كان الناس كما قلت ياسر، الناس هم الذين أعلنوا انفصاله مسبقا. يا سلام، يعني عند هذه النقطة المهمة جدا دعنا ننهي الحوار بالحديث عن الناس، لأن محمد المغوط كان شاعر الناس وكان مسرحي الناس وكان أديب الناس وكان ابن الناس. وأشكرك شكرا جزيلا الشاعر والناقد ابن مدينة السلمية مدينة محمد المغوط الأستاذ خضر الأغا، شكرا جزيلا لك. أشكرك، شكرا. في عام 1989 للميلاد حصل المفكر والكاتب المثير للجدل دكتور لويس عوض على جائزة الدولة التقديرية في الأداب، فرفع مواطن كان يعمل قبل إحالته إلى التقاعد في وزارة الثقافة، رفع دعوى أمام القضاء يطالب فيها باسترداد الجائزة، بدعوى أن لويس عوض مخالف لصحيح الدين في مجمل أعماله، مستندا إلى أن العلامة الدكتور محمود شاكر كفره في كتابه أباطيل وأسمار. فكيف يحصل على جائزة الدولة التي هي في الأساس من ضرائب المصريين؟ وقد عرض صاحب الدعوة كل مؤلفات لويس عوض الفكرية والفنية من شعر ومسرح ورواية ونقد، مستندا في أساس دعواه لكتاب الدكتور محمود محمد شاكر أباطيل وأسمار، الذي عد أفكار لويس عوض مجموعة من الرموز الوثنية، ودعم المدعي دعواه بكتاب محمود شاكر أباطيل وأسمار وكتاب جمال الدين الأفغاني المفترى عليه الرد على لويس عوض لمحمد عمارة، والكتابان يوجزان مختلف الاتهامات الموجهة إلى لويس عوض خلال 35 عاما، وهي خطيرة ومتناقضة، تدين الرجل بالتعصب المسيحي والإلحاد والفرعونية والتغريب والشيوعية والليبرالية وغيرها. القضية حفظت بعد عدة أعوام، لكن
صدر كتاب مقدمة في فقه اللغة العربية للويس عوض بعدها بناء على توصية من الأزهر. العلامة محمود شاكر كرس جهده عاما كاملا في نقد فكر وتوجهات وشخص لويس عوض، إذ نشر بين عامي 1964-1965 عشرات المقالات بهذا الخصوص في مجلة الرسالة، جمعها بعد ذلك في كتاب أباطيل وأسمار ملخصا اتهامات محمود شاكر للويس عوض. جاء في الرسالة الخامسة من كتابه المشار إليه أن لويس عوض مريح لمن يريد استخدامه، فهو مثل الدمية التي تدير مفتاحها، يتحرك مثالها فتمشي أحياناً وتترنح أحياناً وتختال أحياناً وتستقيم وتبتسم وتبكي حيناً. لويس عوض مثل هذه وأعجب، فهو انطلق يجوب الآداب العامة ثم الآداب العربية الخاصة، وهو لا يرى إلا اليونان والروم والقرون الوسطى والمثقفين والحضارة الحديثة والحروب الصليبية والصلبان والخلاص والفداء والخطيئة وكسر رقبة البلاغة وعمود الشعر العربي واللغة العامية والاحتلال البريطاني لمصر في 1882، وهو بذلك لا يكاد يرى ابن خلدون إلا مقرونا بأوريسيوس، ولا المعري إلا مقرونا براهب دير الفاروس وبالحروب الصليبية والصلبان. والطمة الكبرى أنه لا يرى القرآن العظيم إلا مقرونا بترجمته للعامية كما ترجم الإنجيل إلى اللغات الحديثة، ويريد كسر رقبة البلاغة العربية وعمود الشعر العربي. هذا كان كلام محمود شاكر عن لويس عوض. طبعا كان لويس عوض منذ بدايته داعية ومنذ أربعينات القرن الماضي إلى تحطيم عمود الشعر، وقد زعم أنه مات وانتهى بموت أحمد شوقي، وكان كذلك داعية إلى اللهجة العامية المصرية ومتعصبا لفرعونيتها ومؤمنا بالتغريب والمذاهب الغربية في النقد والأدب وطرائق التفكير. دخل لويس عوض معركة كبيرة مع توفيق الحكيم أيضا عندما أصدر الأخير كتابه عودة الوعي، الذي هاجم فيه رئاسة جمال عبد الناصر وقال فيه إنه ظل غائبا عن الوعي مدة 18 عاما، هي فترة حكم عبد الناصر، منددا بديكتاتورية حكمه. وقد انتقد لويس عوض الطرفين، فأخذ على الحكيم أنه كتب بوحي من الأحقاد والشهوات، وسجل كذلك ملاحظات جوهرية على حكم عبد الناصر. معارك لويس عوض كثيرة لم تنتهي حتى بعد وفاته عام 1990، ولمن شاء الاستفاضة ربما يجد ضالته في كتاب لويس عوض ومعاركه الأدبية للكاتب نسيم مجلي. صوت صفير البلبل ليست للأصمعي، قصتها الحقيقية بعد الفاصل، انتظرونا. قصيدة أخرى وقعنا في فخها، وهي تقع في باب التسالي والقصص المتأخرة التي سادت زمن التراجع الأدبي والفكري. عن صوت صفير البلبل يتحدث أيها الأحبة، فإنه مما يزدري العقل ويغم النفس أننا نباهي بحفظ أطفالنا وكبارنا لهذه القصيدة المنسوبة ظلما للأصمعي، أحد أعمدة رواية الشعر والعالم بعلوم العربية وفنونها. تقول القصة المأثورة التي نجدها في الدراما والقصص والحكايات الشعبية إن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور كان يضيق على الشعراء، وكي يمنع عنهم العطاء كان يحفظ القصيدة من أول مرة ويدعي أنه سمعها من قبل، وكان له غلام يحفظ القصيدة بعد مرتين فيأتي ويسردها بعد الشاعر والخليفة، وله جارية تحفظ القصيدة من المرة الثالثة فيأتي بها لتسردها بعد الغلام والخليفة والشاعر. في المحصلة يؤكد بأن هذه القصيدة منحولة منقولة وليست جديدة، ويمنع العطاء عن الشاعر. وكان الخليفة قد وضع مكافأة للقصيدة التي لا يستطيع حفظها وزن ما كتبت عليه ذهبا. سمع الأصمعي بذلك فعد قصيدة غريبة وتنكر بزي الأعراب، ودخل على الخليفة وقال إن لدي قصيدة لم تسمعها من قبل، وألقى عليه
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل. وأنت يا سيد لي وسيدي ومول لي، فكم وكم تيمني غزيل عقيق لي. قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي. والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. طبعا لم يستطع الخليفة ولا غلامه ولا جاريته حفظ القصيدة، فقال للأصمعي أحضر ما كتبتها عليه لنعطيك وزنه ذهبا. قال الأصمعي ورفت عمود رخام عن أبي وقد كتبتها عليه. بقية القصة معروفة لكم أيها الأحبة، والمقولة أن الأصمعي أراد أن يؤدب الخليفة ويجعله يغدق العطاء للشعراء على نقلهم ومقولهم. القصيدة إن صحت تسميتها قصيدة، ورد ذكرها أول مرة منذ نحو 300 عام فقط أيها الأحبة، ولم تذكر قبل ذلك قط، علماً أن الحادثة المزعومة جرت في القرن الثاني الهجري، أي قبل 1200 عام. أضيف إلى ذلك أن الأصمعي ليس شاعراً، ولم ينسب له أي كتاب أو مؤرخ هذه القصيدة، حتى جاء بها كتاب نوادر الخلفاء، وهو لكاتب مجهول اسمه الإتليدي، وهو كتابه الوحيد، وفيه جمع طرائف أخبار الخلفاء المزعومة، كما يعرف الكتاب باسم أحد فصوله إعلام الناس بما جرى للبرامكة مع بني العباس. وأول طبعة للكتاب كانت في مصر عام 1279 للهجرة، منذ نحو 160 عاما فقط، وأول مخطوط للكتاب يعود إلى نحو 300 عام من الآن وحسب. كما أن القصيدة المزعومة فيها العديد من أخطاء النحو والعروض، فلقى الأصمعي في مثل هذا، وهو الذي قال فيه الأخفش ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الأصمعي. وقال عنه أبو الطيب اللغوي كان الأصمعي أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظا. وأخيرا فإن القصيدة تنسب بلا دليل أيضا إلى شاعر آخر من شعراء القرن الثالث الهجري اسمه أبو العجل الماجن. وفي كل الأحوال فإن القصيدة تصلح للتسلية واختبار الحفظ، والأسى على تراثنا وما علق به من عوالق الدهر. دار الرافدين اسم لامع في عالم الكتاب والنشر، مشروع ثقافي توعوي راسخ يتجاوز الطباعة والنشر وتوزيع الكتب. نتعرف إليه من مديره الناشر العراقي محمد هادي. مرحبا بك أستاذ محمد. مرحبا بحضرتك أستاذ ياسر، وأنا سعيد بهذا اللقاء، بهذه الاستضافة، أن استضفتونا، هذا كرم منكم. الاهتمام والإضاءة على عالم النشر حقيقة تشكرون عليه. بالعكس الشرف لنا والمكسب معنا أستاذ محمد. أنا عرفتك يعني الناشر العراقي، ولكن يبدو أنه عراقي لبناني. نعم. كما أن دار الرافدين يعني أيضا تحلق بجناحين. نعم. ثنائية، هي عراقية وهي لبنانية. نعم. حدثنا عن النشأة وعلاقة يعني الدار، كيف علاقتها بغداد وفي بيروت؟ نعم، نشأت دار الرافدين في بيروت عام 2004. في تلك الحقبة كان مرحلة مخاض وانتهاء مرحلة وبداية مرحلة، كان من الصعب إقامة المشروع داخل العراق. فأنا شخصيا أنا مالك الدار، أنا عندي الجنسيتين والهويتين اللبنانية والعراقية، فهذه كانت لها أسقاطات على المشروع الوليد. فكان دار رافدين في بيروت، للوهلة الأولى أنها مفارقة أن تكون دار رافدين، يجب أن تكون في بغداد، في يعني بغداد أكيد. فكانت في بيروت، وبالنتيجة حصلنا على جسر ثقافي. نحن الآن نعرف القارئ اللبناني والمجتمع اللبناني بأهم الكتاب والنتاج الفكري العراقي، والعكس بالعكس، في فروعنا التي في العراق نحن نتابع أهم ونرصد أهم وآخر إصدارات دور النشر اللبنانية فنرسلها إلى العراق. فبالتالي نحن أعتقد هذا هاي النقطة سوت نوع من الاستثناء في عالم النشر، أن صحيح. تكون هذه الدار، يعني هذا الحقيقة أثر المشهد في داخل دار الرافدين، أن تكون هذه الثنائية. مثلا نحن تخيل دار الرافدين ربما توصف للوهلة الأولى دار عراقية، هي أول من أطلقت الأعمال الشعرية الكاملة
للشاعر الراحل بسام حجار. بسام حجار. بسام حجار. صحيح. بالضبط. فهذه طبعا مؤسسات دور نشر لبنانية عريقة أكثر من عندنا بصراحة، لم تتنبه إلى الموضوع. تتنبه إلى هذا الموضوع فأطلقناه، ولحد الآن نحن صرنا طابعية 3 طبعات، طبعة أنيقة وعائلتها فرحانين، والقارئ العراقي والخليجي تعرف إليه عن جديد من خلال، فهذا كمثال أنا أقصد عن حركية هذه المؤسسة. صحيح. وهو يعني أنا اللي لفتني، أنتم تشتغلون على الأعمال الكاملة وهذا نعم. ملف مهم عندكم، ولكن نعم. أكثر عمل أخذ صدى هو عمل بسام حجار. بالضبط. هذه حقيقة أنا رصدتها من خلال رصدي العام يعني. بالضبط. طيب تنشرون الترجمات نعم. العالمية، الأدب، الفكر، الفلسفة، تنشرون في كل الأنواع الأدبية والفكرية والفلسفية. أين تتجه بوصلة القارئ العربي؟ هل أستاذ محمد أنتم في دار الرافدين الكبيرة والعريقة نعم. هل تتبعون بوصلة القارئ أم توجهون اهتمامات القارئ؟ لا أخفيك، نحن نوازن، نحن نوازن بين الأمرين. أول شيء نحن تحت سلطة القارئ في اتجاهين، سلطة القارئ الأولى أنه نحن يجب أن نقدم نص وكتاب نختاره بعناية بشكل فني جيد، فسلطة القارئ هي المحرك الأول لإبداع الناشر. السلطة الثانية هي سلطة ذوق القارئ، ما يريد القارئ. نحن نحاول أن نوازن بين ما يريد القارئ وبين ما نحن نريد أن يصل إلى القارئ. ليست كل إصداراتنا هي رغباتنا صراحة، وليست كل إصداراتنا أيضا هي رغبات القراء. فتجد بعض الكتب عندنا تعاد طباعتها 3 مرات 5 مرات، وبعض الكتب لا، الطبعة الأولى اللي هي 1000 نسخة نحتاج إلى 3 سنوات إلى 5 سنوات حد. فهذا دليل على اختلاف نبض القارئ أمام الكتب. وطبعا في مستويات، في بعض الكتب للمختصين، في بعض الكتب لعامة القراء، فلذلك يعني الأمر يحتاج إلى موازنة دقيقة جدا، معقدة شوي. تخصصون كل عام لنوعية معينة من الإنتاجات نعم. من الإصدارات نعم. عام 22 عام ماذا في دار الرافدين؟ معلش دقيقة نعود للوراء. نحن أول 2018 كان عام أدب المراسلات ووجد صدى ممتاز عند القراء. أحييتموه صحيح. بالضبط. عام عفواً 2019 2020 كان عام السيرة الذاتية، عام 2021 عام أدب السجون، الآن عام الأدب الإسباني واللاتيني، فشغالين 22 الإسباني واللاتيني على مساحات غير مطروقة من في الأدب الإسباني واللاتيني، لأنه أغرق السوق فيها، في كل أغرق بماركيز والأسماء المعروفة. الأسماء المعروفة طبعا. نحن سنقدم أسماء غير معروفة ولكنها مهمة، وسنقدم أيضا دراسات، وسنقدم من ضمن الدراسات مثلا دراسة عن الموريسكيين وعن الأندلس مثلا، شيء من هذا القبيل يعني. جميل. سيكون هنالك حتى نهاية العام قد نصل إلى 15 كتابا ضمن هذه ممتاز. النقاط. إذن يعني نعد محبي الأدب اللاتيني بأشياء جديدة وأسماء غير معروفة ودراسات في الأدب بالضبط. اللاتيني بالضبط. جميل جدا. العام الفائت فزتم بجائزة أفضل ناشر في معرض الرياض. نعم. إنجاز كبير، معرض الرياض من أهم وأكبر المعارض طبعا. العربية فزتم طبعا. في مشاركة حوالي 1000 دار نشر 1000 ناشر فزتم بالجائزة، هذا إنجاز عظيم. أيضا لديكم جائزة أدبية نعم. أعتقد أنها ما زالت مستمرة نعم. ماذا إذن عن النشاطات الموازية لدار الرافدين؟ وهذا نشاط مهم جدا يعني، الأعمال الموازية دائما تكون بأهمية الأعمال الأصلية. نعم. أول شيء أشكرك على التهنئة بخصوص الجائزة، كانت نعم محطة مهمة بالنسبة لنا في معرض الرياض، ونشكرهم يعني إدارة المعرض كانت حصيفة جدا ودرست الملف جيدا. بالنسبة لأعمال موازية داخل إطار النشر، في عندنا نحن عدة خطوط. نحن عندنا مثلا خط القواميس المتخصصة، قاموس الشعرية، قاموس النقد الأدبي، قاموس التداولية، شيء من هذا النمط. والآن مستمرين في قاموس، الآن قيد الترجمة قاموس الفلسفة وقاموس علم النفس. جميل. وآخر قاموس صدر قبلها كان قاموس الترجمة وهو قاموس متفرد. فهذه نحن عادة خط القواميس. إذن القواميس المتخصصة أحبتي، القواميس المتخصصة من يحتاجها دار الرافدين تصدرها إصدارا حديثا يعني بالضبط. مواكبا لآخر المستجدات. بالضبط. نعم أستاذ محمد. وعندنا خط سلسلة اسمها استعادات، هي لكتاب عرب، لكتاب عرب منسيين ولكنهم مبدعين، مثلا محمد كرد علي
محمد كرد علي موجودة كتبه ربما، ولكنها ليست لا تليق بهذه الشخصية، طباعات بسيطة. فنحن عملنا على تحقيقها وإعادة إخراجها وإصدارها بشكل لائق. عندنا خط كتب أدب الأطفال، أدب اليافعين عفوا، اللي هو من عمر 11 إلى 17 سنة. صحيح. فتقريبا هذه الخطوط هذه ضمن دائرة النشر. أعمال موازية طبعا، أهم عمل عندنا هو جائزة الرافدين للكتاب الأول، وهي جائزة متفردة، بمعنى أنها تتيح الفرصة للمبدعين من الكتاب الشباب الذين لم يحصلوا على فرصة نشر كتاب ورقي. يعني لو نشر في الإنترنت أو إلكتروني ما في مشكلة. جميل. لكن شرط رئيسي أنه لم ينشر كتاب ورقي. جميل. هي فيها ثلاث أقسام، رواية وشعر وقصة. فالآن نحن إلى نهاية شهر 4 ينتهي التقديم لهذه الدورة الثالثة. العام الماضي مثلا حصلنا على روائي ممتاز من مصر، وكانت روايته صباح الخير يا يافا. حتى أن رئيس اللجنة يقول أنا لا أصدق بأن هذا الشاب البسيط لم يذهب إلى يافا، يتكلم عن أدق التفاصيل، يتكلم عن التعرقات في الرصيف، كيف يكون الحجر في يافا. يا سلام. يتكلم عن صباحات أهل يافا. يعني اكتشفتم موهبة كبيرة من خلال المسابقة. موهبة كبيرة من خلال هذه الجائزة، مكسب كبير. وطبعا تبين لاحقا أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهذا ما زاد سعادتنا أنه هذا. فله جائزة نقدية مبلغ متواضع زائد طباعة الكلاب، والإضاءة عليه تحويله من كاتب ناشئ إلى كاتب محترف. جميل. نتعامل معه. جميل. وكان لدينا قاص من المغرب أيضا، رجل شاب محترف وشاعر من العراق. جميل. فهذه الجائزة السنة الأولى كانت كل سنة تسمى باسم كاتب. السنة الأولى كانت باسم دورة محمد خضير القاص العراقي، الدورة الثانية صادف إطلاقها مع وفاة الشاعر العراقي فوزي كريم فسميت باسمه. هذه الدورة دورة بسام حجار. بسام حجار. نعم. يعني دور كبير تطلع به الجائزة من حيث اكتشاف هذه المواهب وتقديمها ووضعها على طريق الاحتراف. نعم. طيب، يعني بقي لي ثلاث دقائق، فلنتحدث بها عن كتاب تختاره لنا من إصدارات الرافدين. نعم. الحقيقة أنا جلبت معي بناء لطلب حضرتك، أشكرك على هذه الإضاءة، جلبت معي كتاب تاريخ موجز للتاريخ لدانيال وولف. على الكاميرا لو. نعم. سمحت. تاريخ موجز للتاريخ. تاريخ موجز للتاريخ. نعم. هذا كتاب استثنائي، وكتاب ليس يعني من الكتب اللي يوميا يصدر كتاب مثل هذا النوع. هو من كتب كامبريدج، أخذنا حقوقه من جامعة كامبريدج. هو يتكلم، يعني تخيل أن يكون كتاب في هذه عدد صفحات، كم هو 400 صفحة تقريبا، مختصر لكل التاريخ، ولكن هو يركز على موضوع هذا. يختصر الكتاب. التاريخ كله. نعم. ب 400 صفحة. نعم. هو بروفيسور في جامعة كامبريدج. طبعا هذا سأقرأ التاريخ في 400 صفحة. نعم. في يومين. نعم. يا سلام. نعم. دانيال وولف هو بروفيسور في جامعة كامبريدج، وأهم في هذا الكتاب أنه أول شيء يثبت فيه ثبت من المصطلحات يحتاجه كل باحث بل كل قارئ. يا سلام. ثبت مصطلحات مهم جدا. جميل. وفيه أيضا كل فصل فيه مصادر يمكن للتوسع في البحث. يا سلام. فهو يركز على نقطة الكتابة والحضارات، ويصل إلى مرحلة القرنين الأخيرين يسميهما التاريخ الكبير. يعني تقريبا ثلث الكتاب يتكلم عن هذه مرحلة قفزة التكنولوجية. بالضبط. يتكلم عن هذه القفزة التكنولوجية، ولكنه حتى يمر بتاريخ الإسلام لا يغفل الرجل شيء، وبحرفية وتجرد عالي، يعني بشهادة من قرأ الكتاب من المختصين قبل الطباعة أشاروا إلى أنه الرجل متجرد، رغم أنه ليبرالي ولكنه متجرد. متجرد وبل بل دراسته أخذ الجانب الروحي أو الجانب الميثولوجي، الجانب الإثني، كل هذه الجوانب أخذها في دراسته، أخذها بعين الاعتبار. جميل. أخذ إسقاطاتها على التاريخ. يعني لفتني بأنه يقدم لنا الكثير من المصطلحات اللازمة ومن المراجع أيضا. بالضبط. اللازمة. بالضبط. يعني حتى الإحالات سيحيلك إلى كل ما تلزم. بالضبط. يلزمك. ليست هوامش، بل هو نهاية كل فصل يضع لك ثبتا للتوسع خصوصا للمختصين. يا سلام. للمتخصصين. نعم. أشكرك شكرا جزيلا، لقد قدمت لنا وللسادة المشاهدين هدية ثمينة. الله يسلمك. وكان حديثك كله عبارة عن هدية. أشكرك شكرا جزيلا. أنا أشكرك كثيرا. المدير العام لدار الرافدين وحضرتكم والقناة تشكرون على الإضاءة على عالم النشر.
الحقيقة عالم النشر يعني يعاني فيحتاج إلى هذا الإسناد، إلى هذه الإضاءة، إلى هذه المتابعة. نحن معكم في نفس الخندق داعمون، وأي طلب تأمرون أمره. عفوا عفوا، ألف شكر أستاذ. شكرا جزيلا أستاذ محمد. حبيب الله يسلمك، يعطيك عفو. حلقة اليوم انتهت أيها الأحبة، أراكم الأسبوع القابل. رمضان كريم، كونوا بخير.